اذا كان الشخص يصلي ولا يترك فرضا من الفروض ولكن لا ياتيه الخشوع في الصلاه، يسال ربنا التوفيق، فماذا تنصحه؟ يستعين بالله، يجتهد، واذا دخل الصلاه يحضر بقلبه، يحاول ان يجمع قلبه على الله وان يكون مستحضرا عظمه الله سبحانه وتعالى، وانه واقف بين يديه يرجو رحمته ويخشى عذابه، لعله يخشى ان شاء الله، يستحضر هذا لعله يخشى، يبتعد عن الوساوس ويستحرص على جمع القلب على الله عز وجل، والذكر انه بين يديه وانه يخاف ويرجوه، ويتذكر قوله تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم بصلاتهم خاشعون، يجتهد ولعل الله يمن عليه بالخشوع. يسأل ربه التوفيق والاهانه على هذا الشيء. نعم.